مشكله. عليك الله. عليك الله يا زول، انت اخونا في الله واخو شقيقنا وحبيبنا وزارتنا البركه، وانت مهندس من المرموقين. البركه فيكم يا اخي، والله البركه فيكم، حفظك الله ورعاك. المكان ده مكان مقدس، انا اعتبره مكان مقدس. ايوه شوف، نعم. لذلك لازم الحفاظ على المكان هذا من جميع الجوانب. صح. الجانب الاول كمنطقه للعباده، الجانب الثاني منطقه سياحيه، الجانب الثالث والاهم لازم ينشق طريق المنطقة كاملة عشان يسهل على المواطن الوصول إلى هذا الموقع. صحيح. إخواننا بالمهجر مليان بالآلاف من شرق آسيا كله، عندما تكون الطريق مزفلة ومعبد مصلح يعني أكيد بيزورونا. أكيد، حتى لو كان مش ساكن، يعني بعضهم بالذات أنتم كمناطق مصاب، ناس ساكن عندنا في صنعاء، ناس في عدن، ناس في الخارج بيجي لبيته في صنعاء ويرجع الخارج، ليش ما يتم التعاون واستكمال الطريق حتى تصل الزفاف إلى المعبد؟ بكم يعني يكون ينزل حتى في السنة، يعني عندما يروح في السنة مرة أو مرتين. صحيح. يصل بسيارته هو وأولاده ويشوفوا مسقط رأسه وبلادهم الجميلة التي تستحق الزيارة منهم جميعا. صحيح، مناظر خلابة مع الخريف، كيف الخريف شلالات. طيب احنا الان جينا في الشتاء، انا اعتبره يعني خريف. شوف الجبال، لأنه المناطق في فصل الشتاء. نعم صحيح. لكم من التحية والشكر والاحترام، مبارك الله فيكم، وتحياتنا لكم جميعا مغتربين ومقيمين في هذه البلاد الجميلة. نعم. باسمي وباسم الكادر الهندسي الذي يتكون من 5 مهندسين. نعم. أتوا من وزارة الأشغال.